معنا ايضا في البلاطو كما شفنا غير شويه الحليفين بنات ما تحكي لكش لكن بارد لكن بارد راح البنا تارو ما فيه والو البنا مثل الشانتيي وعندنا بيان سور الحليب لاباني هذيك راح تزيد في الريحه وفي البنا وديروا غير بارد ما نحكي لكمش يعني اذا كما يقولوا شاف نوال نحط ديسير الدكتور احمد بخلي لي قال لك قلنا بزاف طولتو ما تقلقش لا دوك نحط لكم ديسير خفيف ماشي حاجه ثانيه الديسير بالبنان ياك بالبنان ماشي بلاندو المكونات عندنا الموز 3 حبات عندنا لتر من الحليب لا كريم شانتيي 100 غرام حوالي كاس والفاني مغرفه صغيره هذا فيما يخص المكونات خبيا الوغ عندنا بنان حبه زوج ثلاثه انتم كيف تحبوا تسكروا الا كانت حبه كبيره ثانيه راح توفي بالغرض اذا كانوا صغار نديروا حتى الثلاثه وقد ما درنا البنان حتزيد في البنه فوالا انا اليوم فضلت في ليتلا تاع حليب راح ندير كيت حبات يكونوا متوسطين تحليل بزاف يحبوها الاولاد الصغار خاصه كي يكون فيها البنانه راح تكون غيش اليوم معنا في البلاطو الينا اللي عمرها 6 سنوات راكم تشوفوا فيهم منورونا في البلاطو بعد الفقر حنا نتشوا مع بعض عندنا جاسمين عمرها 8 سنوات شابه وماريا عمرها 10 سنوات اليوم بدونا المرأة في البلاطو اكيد انا واش درت لاباني شويه درت لا بودر دو شانتيي قيس كاس مقدار 100 غرام ودوكا راح نزيد الحليب وندير كل شيء تخلط وهاد التحليه الحليب كان في كونجيلاتور قد ما يكون بارد قد ما يكون خير وبعد ما يعني نديروه ونوجدوه نزيدو نحطوه ثاني في الفريجيدار لازم يبرد كل بارد يعني تكل بارد خير يا شاف يعني هذا انتم حبيتوا تحليه اللي تكون بارده والشاف معليها الا تلبي طلباتكم بون العصبان راهو يوجد تحلية ما فيهاش بزاف مكونات كما شفتوا ومن المكونات اللي فيها غيش يعني اقتصادية ومن طوح حتكون غنية بالفيتامينات الموز درنا 3 حبات تاع بنان ايضا حطينا لتر تاع حليب ماذا بكم يكون بارد نذكر 5 شانتيي 100 غرام او حوالي كاس وعندنا الفاني مغرف صغيرة حطيناهم كامل في الميكسر وراح نضعهم فوالا ونسكن باردة تبنى الوقت ما كاش الوقت دوكا نشوفوا بعض قلنا ما تقلقوش عاد قلنا الوقت على خلينا يكون ديك تاعنا خلينا نجرو بعد حنا تحياتنا ليك ماي سرو دائما اللي يعطيك ما شاء الله يتبع كل الخطوات في البلاطو ومساعدة ديالو طبعا احلام وايضا ايمان في الصوت على حنا درت حتى نعاودوا احنا عندي ريتلا تاع حليب اذا حبيتو يكون شويه خفيف نكملوا كامل الريتلا اذا حبيتو يكون فارم باسكو هذيك لابوتر دو شانتيي راح تشد هذاك البنان الثاني راح يزيد وكي نديرو ندخلو للفريجيدار راح يولي كراتي كثر وكثر ونجي غير فلا على دوك نتوما هنايا حتولي ليكم انا يخليت هنايا قريب نص كاس لهذا تزيدوه باش تخفوه ولا تخلوه ما ديروش باش يكون ثقيل والتحليه ما فيهاش بزاف لانه فيها البنان فيها البنان عندنا حبه كتكون كبيره ثلاثه كيكونوا صغار حتى زوج ما كان حتى مشكل كاس تاع غبره شانتيي ليكيفالون دو 100 غرام يعني 5 مغارف يكونوا معمرين وعندنا ريتله تاع حليب ريتله تاع حليب نحبوا نديروها هكذا كي نحبوا نخلوا شويه منها ما كان حتى مشكل وعندنا لافاني اللي راح تزيد تمت في الريحه هاد التحليه قد ما نخلوها تبرد في الفريجيدار راح تولي فيرم اون ديغي ان فلون راح تعقد اكزاكتومون حتى لا كولور تاعها شويه تبدل لكن البنه تاعها ما نقولكمش كي تكون بارده والحليب اللي يحبها خفيفه يدير لي راني يحبها شويه عقده ينقص